أولا لا نستغرب أن هذه الدعايات وهذه الأغراض وهذه الأخبار الكاذبة التي دائما توجه نحو مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، ولا ننسى أننا اليوم نحتفل باليوم الوطني لتلاحم الشعب والجيش من أجل الديمقراطية. أعتقد أن هذا الاحتفال وأن هذا اليوم يزعج كثير سواء من الذين لم يعني يستطيعوا تحقيق مآربهم، خاصة في سنة 2019 وما كانت الجزائر تعاني من بعض يعني التحول السياسي، وكان الشعب يخرج بملايين الأشخاص إلى الشوارع، وكان الجيش الوطني الشعبي يحمي هذا الشعب ويعترف له بحقوقه وكذلك يرافق كل مؤسسات الدولة من أجل الذهاب إلى ديمقراطية حقيقية وإلى تغيير جذري في الجزائر. أنا أعتقد أن هؤلاء الآن أزعجتهم هذه النتائج وأصبحوا يعني دائما يريدون وضع خطط من أجل فصل الجيش عن الشعب، أو دائما التركيز على المؤسسة العسكرية لأنها يرون فيها هي عماد حماية الجزائر من كل تدخل أجنبي، أو حتى بالنسبة للاستقلال الداخلي أو لحماية كل تراب، وكذلك بالنسبة للجريمة المنظمة إلى غير ذلك. إذن كل هؤلاء الآن يزعجهم ذلك، وهي أكثر منها دعايات، هي أماني في عقولهم، ويريدون أن الجيش الوطني الشعبي يتدخل في خارج الحدود وأن يوهم الشعب الجزائري على أساس أن أبناءه خارج الحدود ويعملون يعني وفق ربما خارج الأعمال الدستورية التي أسندها الدستور إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى المؤسسة العسكرية، ألا وهي حماية الحدود الوطنية ومجالها الجوي والبحري والبري، كذلك حماية استقلال الوحدة الترابية للوطن، كذلك حماية المصالح الاستراتيجية والحيوية للبلاد، لكن هذا دائما وفق الشرعية الشعبية ووفق قرارات السيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني. أعتقد أن هؤلاء الآن اليوم لم تعجبهم هذه النتائج التي تحققت في الجزائر بهذا التحول بعد الحراك المبارك، لا وهو الذهاب إلى تغيير حقيقي، استفتاء الشعب على الدستور، فتح ورشات قانونية، الذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة إلى غير ذلك. أعتقد أن هؤلاء لا يريدون الخير للجزائر بطبيعة الحال، وهذا معروف. حتى أنه أستسمحك أستاذ نعم، في كل مرة المؤسسة العسكرية تعود وتوضح أنه العديد من القرارات الهامة تعود وتكون بإرادة الشعب. لو نعود دائما لهذا البيان، الوزارة تؤكد أنه مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب، كذلك قراءتك في هذه النقطة؟ نعم، لأن الدستور الآن الدستور 2020 هو واضح في هذا الأمر. صحيح يستطيع السيد رئيس الجمهورية إخراج وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود، لكن تحت شرط هو بالإرادة الشعبية بممثلي الشعب بأصوات تلقي أصوات كل غرفة من غرف البرلمان، وبالتالي هناك إذا كانت فيه فعلا أن فيه أخطار تحدق بالجزائر وفيه يعني مشاكل حقيقية قد يعني تمس الجزائر، فنواب البرلمان قطعا سوف يصوتون بإخراج هذه الوحدات. أما إذا كان غير ذلك فالسيد رئيس الجمهورية لن يجد هذه الفرصة من أجل إخراج هؤلاء القوات. الجزائر نعم هي تحارب الإرهاب وهي أصبحت مرجع في مكافحة الإرهاب، هي شريك في استقرار المنطقة وفي مكافحة الإرهاب كذلك في المنطقة، لكن وفق الرؤية الجزائرية ووفق المقاربة الجزائرية، وليست وفق مقاربات دول أخرى التي رأيناها وبرهنت على نفسها على أنها لا تحارب الإرهاب، بل أنها تدعم الإرهاب بطرق غير مباشرة بإعطاء الفدية أو بتزويد الإرهابيين بمقاتلين في لصفوف الإرهابيين تخرجهم من السجون. الجزائر نعم كانت مع دول الساحل كونت ما يسمى بهيئة الأركان المشتركة التي تتعامل فيها بتبادل الخبرات، تبادل المعلومات، تبادل كذلك دوريات مشتركة على الحدود، لكن كل دولة تعتمد على قدراتها الذاتية وليس بتدخل جيش دولة مجاورة في حدود دولة أخرى. هذه الجزائر ترفضه رفضا قطعيا ولا تشارك في مثل هذه الأمور أبدا، وإن شاركت سوف تصدر يعني بيانات
وبينت من وزارة من رئاسة الجمهورية، وكذلك أن تدرس هذه العملية في البرلمان، ولن يكون هناك أي مشاركة للجيش الوطني الشعبي خارج إرادة الشعب. نعم، هي بالفعل أستاذ يعني نعود من جديد نقول أنها تأويلات مغلوطة يعني وأخبار صادرة من المخزن المغربي، وكما قلت متعارف أنه مشاركة الجيش خارج الحدود يكون فقط على وفق ما ينص عليه الدستور. يعني الحقيقه ليست تاويلات وانما هي مخطط مدروس من اجل ضرب وحده الشعب والجيش وضرب وحده يعني البنيه والجبهه الداخليه في الجزائر، خاصه لانهم يدركون ان الجيش الوطني الشعبي يعني جيش قوي لا يستطيع اي انسان لا يستطيع المس بالحدود. الان هم دائما يريدون اللعب على وتر الجبهه الداخليه، يريدون ضرب هذه ثنائيه الشعب والجيش، وكذلك حتى بالنسبة للتلاحم الشعبي مع الجيش، هذا هو هدفهم من كل الدعايات وكل الأقاويل والأكاذيب ومن منصات التواصل الاجتماعي. لو نقرأها الآن نجد أنها مدروسة وبطريقة منظمة من أجل المساس بالجيش الوطني الشعبي وتشكيك كل فيما يقوم به وفي قدرته إلى غير ذلك. الخبير الأمني